بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي عايزين نرجع فيه ونتكلم شوية على نمذجة المعادلات البنائية. إحنا كنا اتكلمنا على تطبيقات الـ Artificial Intelligence ولما تقدمه من تسهيلات للبحث، وهنستمر إن شاء الله في هذا الاتجاه، لكن أنا عايز أرجع بكم إلى نمذجة المعادلات البنائية. أنا عملت فيديوهات كتيرة جدا وتوقفت لفترة زمنية طويلة، لكن أحيانا لما بلاقي مرجع محترم جميل ممتاز بيقول كلام انا يعني تعبت ان انا قلته كتير وما حدش يعني بيهتم بيه قوي، في ان انا اجيب لكم المرجع ده هوت واقول لكم وافكركم بوجهة نظري حوالين هذا الموضوع. ايه وجهة نظري؟ ان في هناك خطأ يعني موجود في نمذجة المعادلات البنائية، وهو ان احنا بنجد في، مش عايز اقول بك يعني زي ما قلت دايما، التعميم لغة الجهلاء، يعني اقول ان كل الناس بتعمل او كل البحوث، هذا الكلام غير صحيح يعني، لكن خلينا نقول ان في عدد ليس بالقليل من البحوث بتعمل سؤال وهو يعني هل يتطابق النموذج المقترح مع كذا، او ما درجة مطابقة النموذج المقترح مع كذا، وذلك بيدي لك احساس ان هدف نمذجة المعادلات البنائية هو ان انت تصل الى نموذج يتطابق مع البيانات اللي قدام حضرتك او اللي انت جاي بيها، وان لو ما حصلش ده يبقى بحثك فاشل، البحث ده فاشل، او ان انت تحاول تعدل في النموذج بكل الطرق القانونيه والمباحه وغير المباحه والمنطقيه وغير المنطقيه والمقبوله وغير المقبوله لغايه حضرتك عشان تصل في الاخر الى نموذج يتطابق برضه مع البيانات بتاعتك، لان حضرتك هتلاقي نفسك انك انت قد يكون المرشد بتاعك يقول لك ازاي، لا لازم نصل الى نموذج متطابق مع البيانات، وكأن هذا هدف من اهداف النمذجه، والا حضرتك نموذج فاشل واختيارك كان غير موفق والى اخره. من الحاجات الجميلة زي ما قلت هو المرجع اللي أنا عايز يعني أوريه لحضراتكم، هذا المرجع المحترم اللي هو طبعا في 2023، وأنا مش من الناس اللي بينبهر قوي لما تقول لي مرجع 2023 فأنا اتخض بقى وبعدين ما أسمعكش خلاص، ما أنت قلت بقى 2023 يبقى أي حاجة، لا طبعا، أو مرجع أجنبي فبرضه اتخض وأقول لك لا والله طالما أجنبي يبقى كلام لا يأتيه الباطن من بين يديه ومن خلفه، هذا الكلام غير صحيح يعني. بس هو المرجع اللي كاتبه شخص عمل العديد جدا من البحوث وبيدي تجربة واقعية حوالين يعني رسالة، يعني هو كان مشرف على طالب في الدكتوراه، ثم الطالب ده هو توصل إلى النموذج بتاعته لم يتطابق مع البيانات وقدموه، وهو قدم الطالب بهذا المنطلق وقال للطالب بتاعي كده خلص، وفي لجنة اللي هم طبعا لجنة التحكيم المحكمين انتقدوا وجهة النظر دي وقالوا إن لم يقدم نموذج يتطابق مع البيانات، وهو كان رده جميل جدا حوالين هذا الموضوع. خليني بس عشان بس انا زي ما قلت لحضراتكم عايز اناقش معاكم او اشارككم هذه الفكره، وهي فكره الاخطاء الشائعه. خلينا بس ان احنا نشيل ده كده ونرجع نعمل الداتا شو بتاعتنا. انا عايز اتكلم على خطا شائع في استخدام نموذجة المعادلات البنائيه او الهيكليه، ومعاكم الاستاذ الدكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصائي والقياس النفسي والتربيه وكليه التربيه جامعه اسكندريه. لو حضرتك اول مره بتيجي القناه ديت، القناه دي متخصصه اكتر، مش يعني انا اكتر واحد يعني ما بيحبش التطبيق اكتر من انا احب الفهم اكتر، احب الفهم اكتر، فعشان كده هتلاقي الفيديو ده انا مش هكلمك على الايموس ولا الام بلس، ولا اكلمك على الليزرال، ولا اكلمك على الاس اي برنامج سوفت وير حضرتك تعرفه، لا انا هكلمك على فهم ان انت تفهم. وزي ما قلت ان مبرري ان في خطا شائع وان المرجع اللي كلمت حضرتكم عليه هو عباره عن برنسبل اند براكتس اوف ستراكشر ايكويشن موديلنج، البرنسبلز اند براكتس يعني الممارسه يعني الاسس والممارسات المهتميه بنمذجه المعادلات البنائيه، وده طبعا ريكس كلاين. كلاين طبعا يعني كتير الناس اللي عارفه مين هو يعني كلاين، هو طبعا من اشهر الناس اللي كتبت في نمذجه المعادلات البنائيه. والمرجع زي ما قلت لحضراتكم هو من سنه 1923 يعني، بس للتوضيح لحضراتكم، للتوضيح ان هذا هو تاريخ، وطبعا جيلفورد بريس طبعا دي من اقوى واعرق المؤسسات اللي ممكن تنشر كتب. ايه اللي انا عايز اقوله لحضراتكم او الخطا الشائع هو ايه هدف النمذجه؟ يمكن طبعا في ناس تختلف مع الكلام اللي هيجي، وطبعا في وجهه نظر زي جورج كوج يعني راجل عالم عظيم عظيم كبير جدا اتكلم على موضوع النمذجه وقال ان النمذجه لها 3 اهداف او لها 3 اغراض. الغرض الاولاني هو الغرض التحقق البحث، الغرض التحقق البحث، يعني احنا في النمذجة هدفنا ان احنا نتحقق من نموذج معين بندخل بيه، هذا النموذج تحقق او ثبت تطابق مع البيانات بنقول تطابق، هذا النموذج لم يتطابق فبنقول لم يتطابق وبنرفضه، تمام، زي ما بنقبل الفرض الصفري او نقبله او نرفضه وخلاص.
تمام. يعني احنا لو جينا في بحوثنا الكميه، لما انا بصيغ فرض صفري فبقول والله تم قبول الفرض الصفري او رفضه، ما برجعش اعدل في النموذج او اعمل فيه علشان خاطر اقول اوصل في نموذج لازم اطلع نموذج ده. لكن هو بيقول ان في بعض الناس تعمل، وده وجهه نظره برضو جورج كوج من الناس اللي هي اللي مقدم الليزرال، وده طبعا يعني من الفيجرز الكبار جدا في مجال الاستراكشر كوشن موديلنج، شايف ان الكلام ده هو يعني ده نادرا ما يستخدم، ان انا اخش بنموذج والنموذج ده يقبل او يرفض، اقول السلام عليكم وعليكم السلام. طبعا هذا الكلام بيقول نادرا ما يحدث. الحاله الثانيه هو برضو او الغرض الثاني، ان يكون عندي نماذج متنافسه ببدا بيها، نموذجين اثنين ثلاثه اربعه، واشوف النموذج اللي يتطابق مع البيانات. الحاله الثالثه وهو قال دي انها هي الاكثر انتشارا، وهي فكره ان انا ببدا بداتا وبعدين احاول ان انا اولد نموذج، هذا النموذج اقدمه للي بعد مني، هو اللي ايه هو اللي يتحقق منه. فاهمين ازاي يعني؟ وده بيقول هو ده الممارسه اللي بتحصل في الموضوع. حتى بعضنا، وده حقيقه يعني، حتى بعضنا لو بدأ بمنطق ان هو يبدأ بنموذج من خلال دراسات سابقه او اطار نظري، الا انه في الاخر بيقعد يعدل فيه وبيعمل فيه وبعد الاخر يقدمه لنا. للاسف هو ما بيقدموش زي ما جورج كوج قال، ما بيقدموش بمنطق ان هو ده النموذج اللي لو سمحتوا اختبروه في دراسات سابقه، لا 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 لا، هو بيقدمه كأن النموذج هو ده المتطابق مع البيانات، وكأنه بنتناسى ان الاحصاء بتاعتنا هي دفع ان العينه دي وسيله وليست غايه. بمعنى انك ان حضرتك بتبقى في معنى وسيله ايه؟ معناها ببساطه ان حضرتك ما عندكش هدفك انك تجد نموذج يتطابق مع البيانات اللي في ايدك، لان البيانات اللي في ايدك دي هتترمى في الزباله، سوري في اللفظ يعني. انت هدفك تجد النموذج يتطابق مع المجتمع الذي اشتقت منه هذه العينه. لكن للاسف بنتناسى هذا الامر ونقعد ان احنا نعمل تعديلات وكلام زي ده. فبيقول ان كتير مننا بيبدا بخطوه ان بيبدا النموذج التحققي، لكنه بيتحور يصبح النموذج استكشافي، بمعنى انه يقعد يعدل فيه عشان يصل الى نموذج قابل للبيان. طبعا زي ما قلت دي وجهه نظر محترمه وراقيه، لكن خليني بس اوضح وجهه نظر كلاين مره تانية. كلاين بيقول ايه بقى؟ خلينا نرجع او نشوف هو بيقول ايه. ببساطه كلاين بيقول هدف نموذجه المعادله البنائيه ان احنا نختبر نظريه. وهنا بقى بتيجي النقطة اللي بتعبني أنا نفسيا، يعني لما نجد إن كتير من طلابنا دراسات عليا، ودول اللي أقدر أتكلم عليهم ماجستير ودكتوراه، مش عايز أتكلم عن الناس اللي بعد كده اللي بيعملوا أبحاث ترقية فيما بعد، لكن اللي بيجدوا إن هو يقول لك غير تجديد، ده مفيش دراسات سابقة ليه؟ طب يا سيدي مفيش دراسات سابقة، أو دراسات سابقة قليلة، أو متغير لسه حديث، تبدأ معاه في النمذجة. أمال أساليب الإحصائية الأخرى معمولة ليه؟ لكن هو إحنا ماشيين بنظام الترند. نظام الترند يعني ايه؟ اللي ماشي اليومين دول، الناس شغاله في ايه؟ الناس شغاله في الايتم ريسبونس ثيري، دوس يلا ما تخش الايتم ريسبونس ثيري. الناس شغاله في النمذجه، ادخل في النمذجه، وبندخل في الحاجه وبنخرج منها وما بنفهمش اي حاجه في اي حاجه. المره الثانيه اختبار نظريه، يعني وده اللي علمه لنا، قالوا لنا من اين تشتق الفروض؟ قالوا تشتق الفروض من النظريات. الفروض تشتق من النظريات. يعني ايه الفروض تشتق من النظريات؟ يعني انا عندي نظريه اطلع منها فروض اختبرها من خلال بحث، ثم ارجع مره تانية اعدل في الفروض عشان النظريه تتعدل. ده الكلام اللي هنقوله. او الفروض تتشق من الدراسات السابقه، تمام. فاذا بيبقى عندك مصدر لاشتقاق في النظريه. عشان كده ان احنا، وانا قلت في فيديوهات سابقه ان نمذجه المعادلات البنائيه هي عباره عن ثيري دريفن وليس داتا دريفن. ثيري دريفن يعني ايه؟ يعني عباره عن نماذج تشتق من نظريات وليس تشتق من بيانات. وأظل أقول الكلام ده، وكل ما هلاقي مرجع يؤكد وجهة النظر دي هجيبه لحضراتكم. يبقى إذا أنا عندي نظرية، طب ما فيش نظرية، في دراسات سابقة، ودراسات سابقة قوية بتؤكد على قوة العلاقة بين الإيه؟ المتغيرات دي، وإن في واحد إلى حد ما في دراسات سابقة كثيرة تخليك تتكلم على الكوزاليتي، السببية. لأن دي قضية أخرى هنبقى نتكلم فيها، ونمذجة المعادلات البنائية ده بحث وصفي ولا تجريبي؟ ده بحث وصفي. طب ايه اللي خلينا نتكلم على الكوزاليتي؟ اساتذتنا الكبار يقول لك مش حاجه اسمها سببيه الا الدراسه التجريبيه، وان الدراسات دي كلها دراسات. لكن انت من اين اتت لك قوه انك تقول كوزال يعني سبب من خلال نظريه؟ لان عندك نظريه، في نظريات سابقه، لكن لو ما فيش ومفهوم جديد ما ينفعش. انا وجهه نظري ما ينفعش، ما ينفعش. واحنا بقى نتكلم في حاجات كتيره جدا. كتاب كلاين الصراحه مليء وغيره من الكتب مليء بكلام في منتهى الاهميه ومنتهى الجمال، تشعر انه يخاطب الفكر، بيخاطب العقل، بيخاطب تفكيرك.
مش حاجه انها مع اعمل 1 2 3 4 5 6 تصل، لا لا لا، بيخاطب العقل. فمره تانية هو شايف ان النظريات دايما بتتطلب شكل من اشكال البريدكشن، هي دي النظريه بتقول كده، وبالتالي ان بريدكشن دي التنبؤات بتربط ما بين متغيرات احيانا بتبقى او غالبا بتبقى كامنه ومتغيرات مشاهده، تمام، تكوينات افتراضيه اللي هي كامنه وبنقيسها بواسطه متغيرات ايه مشاهده، لان ده اللي موجود عندنا في مجال السيكولوجي على سبيل المثال. وعلى فكره هذا النمذجه منتشره انتشار الهشيم في جميع التخصصات، الناس بتوع الاداره والناس اللي بتوع الايكونومكس والناس بتوع الماركتنج والناس كل حد بيشتغل في النمذجه. طيب يبقى اذا ده وجهه نظره، ان هدف النمذجه اختبار نظريه، يعني يكون عندي نظريه واختبرها. اختبرها ازاي؟ ان انا النظريه غالبا يعني بتمثل تنبؤات حوالين ارتباطات ما بين بعض المتغيرات او التكوينات الافتراضيه وما بين متغيرات مشاهده، اجي انا بقى اعمل لها النمذجه. لكن زي ما قلت ان واقع المشاهده بيقول غير كده، واقع المشاهده وعدد كبير جدا من البحوث لدرجه ان في بقى في اسئله حوالين الوصول الى نموذج يتطابق مع البيانات، وكأن ده هدف، وكأن ده هدف النمذجه. واجمل جزء بقى ما يعني الجاي بعد كده، وده المهم، ان هو بيقول يعني المرتدئين، شوف انا حبيت في حاجات خدتها كوتيشنز كده من كلام من الكتاب نفسه، beginners sometimes mystically beginners اللي هم المبتدئين زي حالاتي وزي حالاتك وزي حالاتنا كلنا، لان احنا كلنا بنقع في هذا المستيك، هذا الخطأ، ان المبتدئين بيعتقدوا احيانا بيعتقدوا بالخطأ believes ان البوينت بتاع الاي سي ام اللي ستراكشر ايكويشن موديلنج تو فايند ا موديل ذات فيت ذا داتا، انه معتقد يعني ده عامل الجمله دي هو علشان احنا بيقول لنا احنا خلي بالكم انتوا. طبعا هو الكلام موجود على فكره، من الاجمل في الموضوع ان الكلام مش خصناش احنا بس، ده واضح ان الموضوع منتشر عربي واجنبي وجميع لغات العالم، الناس فاهمه كده، فاهمه ان النمذجه هي عباره عن ان انت تجد نموذج يتطابق مع البيانات، is to find a model that fits the data. بس this بس بس ده بس ده في حد ذاته is not impressive، مش الحاجة الكبيرة، مش العظيمة، مش هو ده الإنجاز، يعني مش هو ده الحاجة الإنجاز اللي أنت هتعمله إن أنت تلاقي نموذج. طب ليه مش إنجاز يا عم الريس؟ يعني وجهة نظرك ليه شايفه إن ده مش إنجاز؟ يعني ليه شايفه إن ده حاجة يعني ما يعني في حد ذاته مش إنجاز؟ يرد عليك برضه ويقول لك ده سببه ان اي نموذج، اي نموذج زي ما احنا قلنا قبل كده، زي ما قلنا زمان في حاجات كتيره، يعني اي نموذج ممكن تخليه يعني even one that is grossly wrong، حتى النموذج اللي هو ايه يعني خطأ جمله وتفصيلا، يعني خطأ في الاجمال لو في مس سبيسيفايد او مس سبيسيفيكيشنز، يعني يعني توصيفه خطأ، ممكن اخليه لك متطابق can be made to fit the data. طب ازاي اعمله؟ ازاي؟ by making it more complicated, adding parameters، ازود عليه parameters، ازود معالم، اخلي النموذج يعني ايه معقد، اكعبله كده اخليه، لان لو انا من زمان الواحد نفسه ان شاء الله بيعمل لكم فيديو ده، لان الماده العلميه بتاعته موجوده، يعني ايه نظريه؟ يعني ايه نظريه؟ ايه خصائص النظريه الجيده؟ كان زمان والله كان، بس مش عايز اطول الفيديو يعني بقى، بس هنبقى نتكلم يعني ايه نظريه؟ يعني ايه نظريه؟ وليه احنا ما عندناش نظريه في وطننا العربي دلوقتي؟ وعايزين نبقى نشوف يعني ايه نظريه؟ عشان نفهم ان كل ما تزود بارامترز في النموذج بتاعك اصبح اكثر تعقيدا، وهنفهم حالا يعني ايه بارامترز، وهتشوفوا حالا الكلام اللي احنا بنقوله. فانت ممكن تخلي اي نموذج، حتى النموذج ده اللي ملوش اي معنى ولا ليه اي قيمه وكله خطا في خطا، اخليه لك نموذج يتطابق مع البيانات. فهو مش حاجه عظيمه يعني عشان تحط سؤال من اسئله البحث. لا طبعا ده مش حقيقي. طيب كويس جدا، حتى النموذج المعقد ده المركب ده اللي فيه بارامترز كتيره قوي ده، حتى مش هيتطابق مع البيانات بتاعتك بس، ده ممكن يتطابق مع اي بيانات اخرى من نفس المجتمع، هيبقى جميل. Not only in particular samples but also in any other sample using the same variable. ده انا جايب لك اي ده النموذج ده اللي هو فيه ايه؟ فيه بارامترز كتيره، ده ممكن يتطابق مع البيانات بتاعتك ومع اي بيانات اخرى جيبها من المجتمع. طب ايه المشكله؟ المشكله انه ما بيعملش حاجه، انت ده بيبقى زي جمله كده، جمله خبريه، يعني بيبقى جمله ملهاش اي معنى في اي معنى، وهنشوف امثله حالا دلوقتي على الكلام ده.
الكلام ده. اذا الكومبلكس موديل كونك انك تجد نموذج يتطابق مع البيانات مش هي الحاجه العظيمه اللي انت تبقى فرحان بيها وتجري بيها للمشرف بتاعك، او انك انت خلي بالكم انا برضو لا البيبر ده مش والبحث الكتاب ده مش موجه لنا ولا بيتكلم عن معاناتنا احنا، ده بيتكلم عن معاناتهم هم، لكن هي صدفه انها موجوده برضو عندنا ان احنا نعاني من نفس الموضوع، نعاني من نفس الموضوع تمام. قد يكون احنا معاناتنا او يكون الشخص المؤلف الكتاب هو يعني تفكيره في شيء من عدم الصحه زي حالاتي كده، ان انا ممكن اكون انا فاهم غلط، بس هو انا حبيت الكتاب ليه؟ لان هو بيتكلم باللغه اللي الواحد نفسه ان هو يلاقي فيه مرجع. غالبا لما بتكلم الطالب فين المرجع؟ فين المرجع؟ يعني كم من اشياء خاطئه ممكن اجيب لك ليها عشرات المراجع، لكن العقل نفسه، العقليه نفسها. يبقى اذا الموديل اللي هو ممكن يعتبر معقد مركب كل ما تحط فيه بارامترز كتيره ده نموذج بيبقى ممكن يتطابق مع البيانات بس، لا ده ممكن يتطابق مع بياناتك ومع اي عينه اخرى او مع اي عينه اخرى ممكن تشتق بنفس المتغيرات الموجوده. ما الفائده من النماذج اللي تطبق مع النظريه؟ طب ودي ليها فائده، يعني انا عندي نموذج ده زي بالظبط اللي احنا تعبنا وقلنا عليه زمان ان اذا كان عندك فرض ولم يتحقق ما تزعلش، ما تقولش ان لا عدم وجود نتيجه هي نتيجه في حد ذاتها قد تكون اهم من وجود نتيجه. يعني واحد لقى فروق، واحد ما لقاش، اللي ما بلقاش بيقعد زعلان ولا انا ما لقيتش فروق ويزعل جدا ويقول لك المرشد بتاعي ممكن يرفض، حتى لو كنت اكتر من كده بيبعتها لمجله، ممكن المجله تقول لك يعني ايه فايده ان انت تقول لي ما فيش فروق؟ طب ما احنا بنفترض تلقائيا ان ما فيش فروق، ففايده بحثك ده لا في حد ذاته. اذا قدرت انك انت تناقش الكلام ده بعلميه وبمنطقيه فانت هنا بترسخ لحاجه مهمه جدا وهي الريل ساينتفك فاليو. انت النماذج دي بيبقى فيها فائده علميه حقيقيه ممكن نتعلمها لو عرفنا ليه النموذج بتاعي ده اللي بيتطابق مع البيانات، ليه النموذج ده مشى في الاتجاه الخطأ مع النظريه اللي احنا اشتقينا منها. انا مشتق النموذج ده من النظريه، طب ما تطبقش، ليه ما انطبقش؟ لعدة أسباب. أنا مش عايز أطول الفيديو لكن في عدة أسباب، بعضها أسباب يعني هنتكلم فيها والله في فيديوهات أخرى، لكن ليه النموذج بتاعي ما تطابقش؟ أنا مشتق من النظرية لكن حصل لم يتطابق. خليني عشان ما أعملش سسبنس، أنا وجهة نظري في حاجات كده والكتاب ده برضه قايل بعض هذه الحاجات، يعني إن أحد الأسباب إنك أنت إن مش كل إحنا لا نتحدث عن جماد، إحنا بنتحدث على بشر بني آدمين. فالنظريه اللي بتطبق او تكون مشتقه من مجتمع قد لا تتطابق مع مجتمعنا احنا، يعني احنا ما بنتكلمش على انت درجه غليان الميه 100 درجه في مصر، في اليابان، في الهند، في امريكا، في الصين، في ماليزيا، في اي حته في الدنيا هي ال 100 درجه، لكن البشر لا، ده البشر لها قصه تانية. فاذا انك انت بقى الشطاره انك تفصل ليه احنا بقى كمتعينه في المرحله الفلانيه في المجتمع الفلاني لم تتطابق معنا تلك النظريه، والنظريه دي محتاجه تتغير ازاي عشان تناسبنا. هي دي الحته ديت، يعني الحته دي مهمه جدا، لكن ده سبب يعني السبب الرومانتيكي، لكن في اسباب اخرى كارثيه خلينا نخليها لفيديوهات اخرى. اذا وانا ممكن يعني يكون في عندي يعني اقول انا لن احتفظ بنموذج نو موديل ريتيند. يعني ايه ريموت؟ انا والله دخلت بنموذج ولم والنموذج ده لا وضعت انضرب، وانا لو قلت لهم الدكتور محمد حبش قال هيقول لك هاتوا لنا عشان نضربه. نو موديل ريتيند يعني ايه؟ انا لم احتفظ، انا دخلت بنموذج باثنين بثلاثه لكني لم اصل الى نموذج يتطابق مع بياناتي. يا سلام، وعايز تاخد الدكتوراه وعايز تاخد الماجستير وعايز نشر لك بحثك، لا انت ما الكلام ده ما ينفعش. لا كلاين بيقول لا الكلام ده غير صحيح، يعني لو بيقول ايه بص اسمعوا يا جماعه اتعلموا يا جماعه والله. One component about structure equation modeling analysis، في مكون كده احد المكونات كده اللي في تحليل نماذج المعادلات ايه اللي نادرا توكت اباوت اتكلمنا عنه اللي هو ايه؟ When no model is written، عندما لا يكون هناك نموذج نحتفظ به. احنا ما عندناش نموذج، ما لقيناش نموذج، انا دخلت بنموذج واثنين وثلاثه ما لقيتش. هل حد ممكن يقبل مننا ده؟ بصوا بقى كلاين بيقول ايه؟ This is an overlooked، الحاجات دي يعني الموضوع ان انا ده تم اهماله. ليه يا سيدي؟ ليه تم اهماله يا عم كلاين؟ يقول لك because researchers fear، الباحثين خايفين من lack of being able to publish it، لان الباحثين خايفين ان هم ما يقدروش ينشروا بحثهم. لو انا قلت انا ما عنديش ما لقيتش مقاله، يعني انا دخلت بنموذجين والنموذجين فشلوا وما يتطابقوش مع البيانات،
فبالتالي لا احتفظ باي نموذج، انا النموذج ده مرفوض والنموذج ده مرفوض. يعني انت قدمت لنا ايه في الاخر؟ ما قدمت لكم الهوا، ما فيش حاجه. طب ودي حاجه كويسه من وجهه نظر كلاين، دي حاجه جميله جدا، بس بشرط انك انت ايه بقى؟ بايه الشرط ده؟ صعب جدا، صعب يطلب المستحيل. اول ريتن اند ارجت، انك انت تعرف تكتب كويس وتقدم الدليل ها على ان انت ما احتفظتش بالنموذج ليه؟ تعرف تكتب الكلام ده بصيغه كويسه وتعرف تدافع لانك انت ما لقيتش نموذج يطابق مع البيانات، بيقول ان هو ارى يعني او استمتع از جوي تو ريد، يعني بيبقى ممتع، ان هو بيقول ان هو ممتع جدا، من الممتع جدا ان انت تقرا بحث مكتوب كويس وقدم الحجج على انه ما احتفظش باي نموذج. بيقول ايه؟ اي هاف ريفيود ميني ان ماي كارير، هو راجع كتير جدا من البحوث اللي بالشكل ده كده، البحوث اللي هي ايه؟ لم تقدم نموذج، لم تحتفظ بنموذج، دخلت بثلاث اربع نماذج، حاولت تعدل، قالت لا انا هنا من اول السطر. انا ما اقدرش اعمل التعديلات دي، لان التعديلات دي ما لهاش مبرر عندي. بس عرف يبرر، فبالتالي قال ايه؟ ان ماي كارير، ارى في شغله، ارى كتير جدا من البحوث اللي لم تحتفظ بنماذج لكنها كتبت بطريقه كويسه، وقدم الحجج على عدم الاحتفاظ باي نموذج، حجج العلميه. ودايما هو اولويز ارجت فور بابليكيشن، دايما كان بيقول بيوصي بان البحث ده ينشر، هو كان بيقول كده. انا عن نفسي وانا كنت براجع كنت دايما بعمل عمليه ايه؟ يعني ان بقدم الحجج على ضروره نشر هذا البحث. طب انت ليه بتتكلم الكلام ده هو يا كلاين؟ لان هو كلاين كان عنده واحد طالب زي ما قلنا ايه؟ احد اف ذا موديل اند داتا ار نوت وركينج ويل، لو كانت البيانات والنماذج مش ماشيه مع بعض، مش متطابقه، مش متطابقه، this is worthy of announcing it to the wallet. ده بيبقى يعني ده دي يعني قيمه وثوره، ثروه ويعني وفائده علميه عظيمه ان احنا نعلن هذا الى العالم. As a student and I have done، كما فعل الطالب بتاعي وفعلت انا كلاين. طبعا هو موثق الكلام ده، هو يعني في البيبرز بتاعته بيقول انا عملت كده انا والطالب بتاعي، لان النموذج والبيانات ما مشوش زي بعض. فقلنا ده في حد ذاته انجاز، ودي حاجه قيمه يجب ان تعلن الى العالم. عشان كده انا والطالب بتاعي قدمنا ديزرتيشن ما فيش فيها نموذج تم الاحتفاظ بيه. طبعا يعني ده ايمان واقتناع وحب مشرف لتخصصه والى اخره. طيب احنا بقى احنا انا قدمت اتهام، انا اعتقد نفسي ان انا قدمت شبه اتهام، ان انا قلت ان احنا في بحوثنا، انا قلت يعني خدوا الكلام بتاعي ده وروحوا بقى بصوا على البحوث، خدوا بص على البحوث، خليني بس نشوف بقى الجانب التطبيقي بدون ايه. انا طبعا اخدت يا دوبك رسومات من بعض الابحاث عشان اوضح حضراتكم ان احنا ما يوجهنا هو ان احنا نجد نموذج يتطابق مع البيانات، وليس ما يوجهنا هو ان احنا نجد نموذج يعني نظريه ثم نشتق، لا 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 الكلام ده، ده انت بتجد في كثير من النمذجه، في كثير من بحوث النمذجه تقول للطالب لك ما لقيتش دراسات سابقه في الموضوع، طب ايه اللي جابك عند النمذجه؟ ده انا بقول لك ثيري دريفن، ولو ما لقيتش ثيري شوف دراسات سابقه، مش احساسك وموهبتك وعبقريتك اللي تقول لك، انت بتتكلم في سببيه. ما تحسن تعمل تحليل انحدار عادي، روح اعمل معاملات ارتباط عادي، اعمل تحليل تباين عادي، ايه اللي دخلك في السكه ديت؟ مش سكتنا نتكلم على السببيه واتكلم على كده. خليني بس اقدم دليل على اللي انا قلته دهوت عشان خاطر يعني نتائج الممارسه الخطا، ان احنا بنعتقد ان هدفنا هو البحوث زي نموذج زي ده، النموذج ده عنوان بحث اساسا هو نموذجية المعادلات البنائيه بين كذا وكذا. لو بصينا كده مع احترامي بس ايه للنموذج، شوفوا حضراتكم كل حاجه بتاثر في كل حاجه. كل حاجه ده محتاج بحث. وبعدين بقى نسيب الداتا هي اللي تقول كلمتها. كل حاجه بتاثر في كل الافكار العقلانيه المتعلقه بالذات بتاثر في كل حاجه هنا. الافكار العقلانيه متعلقه بالظروف بتاثر في كل حاجه هنا، الافكار العقلانيه متعلقه بالاخرين بتعلق كل حاجه هنا. موضع الضبط بيأثر في كل حاجه هنا، حتى الرسمه انا عليها تحفظ يعني طبعا، يعني طريقه الرسم نفسها، لكن كل حاجه بتاثر في كل حاجه. ثم نترك بقى الداتا، هنلاقي بعضها بيأثر وبعضها ما بيأثرش، فنقول كذا. طب يا سيدي الفاضل ده مدخل استكشافي صرف، ولا في نظريه وجهتك
ولا في نظريه قالت ان الافكار العقلانيه هي اللي بتاثر في التنمر الجسدي مثلا، وانما لا تؤثر في التنمر الاجتماعي، بينما تؤثر في التنمر بالممتلكات. ما قالتش، ما فيش اي يعني ايه لمحه. ثم هل هذه نمذجه؟ ده تحليل مسار، تحليل ليست نمذجه معادله بنيه، وتحليل المسار هو حاله خاصه من النمذجه، لكنه ليس نمذجه. النمذجه بتعتمد على وجود سمات كامنه ومتقاس بعده متغيرات مشاهده. انا مش شايف ده في النموذج، لكن هذه الطريقه للاسف ان احنا نهرب من او نصل الى نموذج يتطابق مع البيانات، ان احنا نفترض ان كل حاجه بتاثر في كل حاجه. تمام، فهذا خطا، هذا خطا ولا يعبر عن النمذجه، وهذا مدخل استكشافي بحت ولا يستحق ان احنا نقول عليه نمذجه باي صوره من الصور. او ان احنا بقى ناخد كل المتغيرات نحولها الى متغيرات، يعني ايه من النمذجه في هذا الامر؟ ما هي جوده النمذجه في هذا الامر؟ ليه بنعمل نمذجه هنا؟ ده عايز محتاج تحليل انحدار هاتي. ادي التنمر والافكار العقلانيه موضع الضغط بمنتهى البساطه، ولا محتاج لا بأس. احنا لا طبعا، احنا في تحليل انحدار وناس شغاله في النمذجه، اروح انا اشتغل تحليل انحدار؟ هي الموضوع يا جماعه، انا عايز، انا الاحصاء تولز، الاحصاء اداه، الاحصاء وسيله وليست غايه، الاحصاء وسيله، وسيله بستخدمها علشان احقق هدف معين. انا هدفي ان ايه؟ التنبؤ بالتنمر من خلال كذا، ولا في، ما اقدرش اتكلم على الكوزاليتي ولا اتكلم على اي حاجه. تمام، يبقى استخدم تحليل انحدار، لكن لا، ما ينفعش استخدم تحليل انحدار، لان ده بقى يعني حاجه وحشه كده، ويستخدمها الطالب بتوع الاندر جراديويت، يستخدمها الطالب اللي لسه مبتدئ، لما احنا لازم نستخدم نمذجه. ايه النمذجه مناسبه؟ طبعا انا وجهه نظري هذا الكلام غير مناسب على الاطلاق. من نتائج الممارسه الخاطئه الكارثيه، الكارثيه هي الارتباطات بين البواقي، تجد الارتباطات بين البواقي. دي اسمهم بواقي عمليه القياس. البواقي، لماذا هناك ارتباطات؟ ولا يبرر لك بقى، هو ما بيبررش. هذا المنظر بين قوسين، مش هقول اللي بين قوسين ايه، يعني بشعر بنوع من انواع الضيق، بيضايقني. انت فاهم ايه معنى ارتباطات بين البواقي؟ ايه معناها؟ ايه معناها؟ هل هذا الامر انا احط اقعد اربط اربط اربط؟ هو ده اللي قال عليه كلاين، ان انا ازود بارامترز، احط بارامترز زياده. طبعا كل دي بارامتر تضاف على النموذج، انا خسران حاجه. يعني ايه ما درجه الحريه هي 36؟ ده انا لسه قدامي كمان ازود. لكن هل هذا له معنى من الناحيه النظريه؟ ما معنى الكلام ده؟ ايه معنى الارتباطات بين البواقي؟ معناها ان هذه الفقرات المرتبطه بينها بواقيها يوجد بينها شيء مشترك خلاف هذا العامل اللي حضرتك اشتقيته، رضا العملاء. وبالتالي فإن هذه الفقرات لا يمثلها عامل واحد، دي عايزة أكتر من كده. بس إحنا، طب أنا مش عايز أحط، أنا جاي عايز عامل واحد، خلاص يبقى نحط ارتباطات بين البواقي. لكن هذا خطأ. إيه مبررات الارتباطات دي؟ إيه اللي خلى الفقرات دي ترتبط ما بين بعضها؟ إيه اللي خلاه؟ طبعًا مفيش مبرر سوى ان انا لقيت ان الموديفيكيشن انديسيز، مؤشرات التعديل، قالت لي ايه الارتباط؟ لو عملت ارتباط هنا كاي سكوير هتنخفض مش عارف 30 ولا 20 ولا 15. اربط يا عم، كاي سكوير هي اللي قالت، كاي سكوير. اذا الموضوع تحول الى داتا دريفن، الداتا هي اللي بتوجه. لكن ايه معنى الكلام ده على مستوى الواقع، على مستوى الممارسه؟ لا يوجد اي. برضه نفس الامر هنا، ايه معنى ده؟ هو ما حدش هيبرر لك. واتحداك انك لو فتحت 100 بحث ان تجد بحث واحد يقول لك هو ليه عمل الارتباط دي خلاف ان قيمه كاي سكوير هتنخفض. وكان اللي موجهنا، وده اللي انا عملته عشان الفيديو، وكان اللي بيوجهنا ان احنا نجد نموذج يتطابق مع البيانات. لكن لا نجد نموذج، ملوش لازمه. اذا كانت ليس لديك مبرر تقول لا ما اقدرش اعمل الكلام ده، هو طب مش هيبقى متطابق. احنا قلنا غير متطابق، النموذج بتاعي غير متطابق، والنموذج بتاعي غير متطابق. لكن انك تحط ارتباطات بين بواقي لمجرد ان انت تحقق هدف معين والنموذج بتاعك يتطابق مع البيانات، زي ما شفنا المثال السابق، ان انا اقعد افترض ان كل حاجه بتاثر في كل حاجه عشان برضه احصل على نموذج يتطابق مع البيانات، طبعا هذا الكلام غير صحيح. ده مثال اخير، مثال اخير برضه، ان انا اجد هنا ايه، اجي هنا عندي الرضا الوظيفي والاجهاد المعرفي، ونيجي نعمل ارتباطات بين البواقي، بين احد فقرات الرضا الوظيفي واحد فقرات الاجهاد المعرفي.
الارتباطات دي ايه معناها؟ انا معناها ان والله ان في تشبعات مركبه، ان المفروض ان التشبع يعني الفقره سي اس ديت بتقيس الاجهاد المعرفي، وفي نفس الوقت بتقيس في نفس الوقت بتقيس هذا المتغير. خلينا نعمل العكس، يعني بتقيس كده، وفي نفس الوقت الفقرة دي بتقيس الرضا، وفي نفس الوقت برضه بتقيس ديت الإجهاد المعرفي. يعني الفقرات دي فيها تشبعات مركبة، لكن الارتباط بس هو لما حط الشبعات مركبة، لأن دي ما تتعادل، يعني مش يعني هيبقى منظر المقياس مش حلو وكده، معناه ان هو ما عملش فقرات نقيه تعبر عن الوضع الوظيفي، وان في تشبعات وان في تداخلات وكلام ده. لكن هذا الكلام من وجهه نظري كل ده دافعه الوحيد ان احنا عايزين نصل الى نموذج يتطابق معه، كان هذا هو الغرض او الهدف الاثمى الذي نسعى اليه. لكن ان انا اقول والله نموذج لا يتطابق مع البيانات وقف، او ان انا اقول نموذج لا يتطابق مع البيانات واقترح نموذج اخر اقول غير اللي جربه، ده بتبقى امور صعبه على كتير من الباحثين. خليني الخص انا قلت لحضراتكم ايه. انا عايز اقول ببساطه ان ليس هدف تحليل مكونات نمذجه المعادلات البنائيه هو ان انا اصل الى نموذج يتطابق مع البيانات، ولكن هدفها اختبار جوده مطابقه نموذج اشتق من نظريه او من خلال دراسات سابقه الى مع البيانات بتاعتي. وفي حالة عدم التطابق، في حالة عدم التطابق أرجو إن إحنا نحاول أن نعدل النموذج، بس تكون تعديلات لها مبرر ولها منطق تنظيري وليس منطق إحصائي. ما تقوليش لأن قيمة كاي سكور هتنخفض وأنا عايز أقللها، ومش شرط جودة، والسي إف أي والنون نورمال فيت إندكس والتاكر أند لويس إندكس وكل كده هيقل. أنا ما بتواجهنيش الإحصاء، انا بتواجه، والا هتصل الى نفس الكلام ان انت هتصل الى نموذج ليس له معنى من الناحيه العلميه لكنه يتطابق، وهذا في حد ذاته شيء ليس له معنى، او كما قال كلاين تريفل. تريفل يعني تافه، كلام تافه، ان انا اجد نموذج ليس له معنى علمي يتطابق مع البيانات بتاعتي. ارجو يكون الفيديو عجب حضراتكم. دايما كان في نهايه اي فيديو بقول لك عجب الفيديو اعمل له لايك، اعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.